قال عبد الملك بن قريب الأصمعي: بينما كنت أسير في البادية إذ مررت بحجر مكتوب عليه هذا البيت: أيا معشر العشاق بالله خبروا، إذا حل عشق بالفتى كيف يصنع؟ فكتبت تحته البيت التالي: يداري هواه ثم يكتم سره، ويخشع في كل الأمور ويخضع. ثم يقول: عدت في اليوم التالي فوجدت مكتوبا تحته هذا البيت: وكيف يداري والهوى قاتل الفتى، وفي كل يوم قلبه يتقطع. فكتبت تحته البيت التالي: إذا لم يجد صبرا لكتمان سره فليس له شيء سوى الموت ينفع. يقول الأصمعي: فعدت في اليوم الثالث فوجدت شابا ملقا تحت ذلك الحجر ميتا، ومكتوب تحته هذان البيتان: سمعنا أطعنا ثم متنا فبلغوا، سلامي إلى من كان بالوصل يمنع. هنيئا لأرباب النعيم نعيمهم، وللعاشق المسكين ما يتجرعُ.